تعادلنا والحمد لله على الاربعه بونت. يعني شايف البطوله ازاي؟ والله حلوه باذن الله، وفيها يعني حاجات كويسه ومفيده لينا باذن الله. الحمد لله الماتش كان في ايدينا بس ربنا ما وفقش، يعني الحمد لله وتعادلنا 1-1. قلت ايه اللعيبه بين الشوطين؟ لو هم يضغطوا ويشوطوا شوط على اللعب على الشوط يعني. مثل الاعلى رونالدو محمد صلاح. بطوله صراحه رائعه، انا كنتش اتوقع، انا اول مره اخش اشترك فيها، بس اشتركت في البطولات قبل كده كتير، بس صراحه التنظيم والاداره صراحه كابتن صلاح عامل شغل جميل جدا جدا جدا. الحمد لله يعني عملنا ماتش كويس جدا بس التوفيق. لا احنا دخلنا كتير ما شفناش، يعني نظام روعه جدا، تنظيم على اعلى مستوى، يعني فرق جامده جدا. احنا كنا في غلطات بسيطه وضربنا مره واحده كده الحمد لله. شايف بطوله موهبتك ازاي؟ لا بطوله كويسه جدا والله. عملنا ماتش كويس جدا بس كان ناقصنا التوفيق والحماس والجمهور وكده. بطوله محترمه، بطوله كويسه، على اشراف عالي، اكتشاف المواهب والناشئين طالعين ان شاء الله. بطوله كويسه بس احنا الحمد لله يعني ماشيين كويس في البطوله. محمد صلاح. وفي اوروبا ميسي. الحمد لله رديت اداء كويس وجبت جول. ماتش حلو يعني عشان ناخد البطوله، وبطوله حلوه يعني، والحمد لله ربنا وفقنا في الماتش وقدرنا نكسب النهارده. الحمد لله اللعيبه عملت اللي عليها، وعشان كان عملت اللي عليها الحمد لله كسبنا يعني، والدوره دي ما شاء الله يعني عليها فيها التحامات قويه. لعبنا حلو الحمد لله، بس ربنا كان عايز كده ان احنا نخسر. يعني هو ما فيش توفيق النهارده، اتغلبنا النهارده، بس هي انت عارف كره القدم يعني ليها شعبيه كبيره، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. الحمد لله احنا مشتركين بفرقتين 2009 و2007، والحمد لله الاثنين فازوا، تسعه فازت بفرق سكور عالي وسبعه فازت بفرق واحد ان شاء الله. الحمد لله ولعبت حلو. كسبت ولا خسرت؟ كسبنا الحمد لله 4-2. مين ملسك الاعلى في مصر؟ محمد صلاح اكيد يعني. الحمد لله كسبنا، وكان فضل برضه معتز كذا كوره رقص ورفع لطارق وكذا لعيب، الحمد لله كان ماتش كويس الحمد لله لينا كلنا. الحمد لله يعني احنا بحب اشكر اللعيبه، والحمد لله فزنا فرق كبير وان شاء الله نكسب كل الماتشات. كنت واحد عملت 3 اسيستات. مين مثلك الاعلى في اوروبا؟ محمد صلاح. متشكرين جدا للقاء دوت واللقاءات الجامده ديت، والحمد لله ربنا ييسر الحال ان شاء الله، احنا معاكم على طول بعد كده. بطوله كويسه طبعا، الاجواء طبعا كويسه وحماسيه، الناس كلها شغاله كويس الحمد لله، يعني البطوله على اعلى مستوى، وده طبعا بيشرف الناس الموجودين. كسبت ولا خسرت النهارده؟ كسبت. كسبت كام؟ 8-4. كابتن صلاح مقدم لنا بطوله على اعلى مستوى، وان شاء الله نكون عند حسن ظن. خسرت. خسرت كام؟ 3-1. أهلا ومرحبا بكم من حلقتنا الثالثة من برنامج دنيا الاحتراف. الحلقة اليوم دسمة جدا، هنعرض فيها وجبة رياضية كاملة، ولكن في البداية نحب نهني فريق نادي الزمالك على البطولة بكاس طبعا سوبر، ألف ألف مبروك. طبعا معانا تنويل بتقرير للبراعم لبطولة موهبتك. احنا بنحب نشارك طبعا التهنئة لفريق نادي الزمالك على الفوز، وبنشكر جدا فريق النادي الاهلي على المجهود الرائع اللي كان في المباراه، وطبعا احنا بنقول لا للتعصب، وانتم شايفيني لابسه احمر يعني عادي جدا، يعني احنا في برنامجنا بنقول لا للتعصب، المهم تكون المباراه جيده، والكوره دايما يعني بتبقى مكسب وخساره، صح يا رحاب ولا ايه؟ فعلا يا رشا، احنا طبعا في برنامجنا بنرفع شعار لا للتعصب الرياضي، واكيد طبعا برضو مش يعني هننسى تحيه الجماهير للفريقين اللي رسمين لوحه رياضيه فنيه روعه جدا. احنا حلقتنا اليوم هتكون هنعرض فيها نموذج النجاح في فقرتنا سر النجاح لاحد الاكاديميات الطلائع، وهيكون معانا الاكاديميات بدر سبورت من فقرتنا الثالثه، وبرضه هنتعرف على اهم الانجازات الاكاديميه، ولكن تعالوا الاول نتابع هذا التقرير.
طبعا بعملهم كاخوات ليا مش اكتر. انا مقرب منهم جامد، عارف ايه تطلباتهم وعارف الكلام اللي هم بيحبوه. الحظ ما وفقش وخسرنا برضه 4 تمام، برضو بعض الحاجات برضو كده اخطاء وبتاع، فبنحاول نصلحها يعني. الحمد لله كان ماتش صعب مع فريق الحلم، فريق عنيد، قدرنا الحمد لله نكسبه ونحقق اللي احنا عايزينه الحمد لله. الحمد لله كسبنا 2-1، الفرقه كانت جامده جدا واللعيبه هايله قدت باداء رجولي، والحمد لله خدنا 3 نقط ودلوقتي احنا 6 بونت اول المجموعه. الحمد لله على المكسب، كسبنا 2-1. الحمد لله بشكر اللعيبه على المجهود، الحمد لله تعبنا عشان كده الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب الحمد لله. بصراحه قائمين بصراحه يعني ربنا يبارك لكم، يعني بصراحه البطوله جميله جدا وفيها عمليه احتراف كويس يعني في الشغل باذن الله. يعني الماتش كان كويس بس ان شاء الله نحقق احلامنا المره الجايه. اتغلبنا، كنا بنلعب فرقه ياسين، فماتش كان كويس والبطوله كويسه والاجواء كويسه بصراحه يعني. الحمد لله كويس. كسبت ولا خسرت؟ كسبت الحمد لله. الماتش 2007 كسبنا 6-0 و2005 5-0. شايف اكاديميه حواس هتروح لحد فين في البطوله؟ ان شاء الله احنا هدفنا بننافس على البطوله ان شاء الله باذن الله. وليد باذن الله هتاخد البطوله، لان هم اساسا عندهم احتكاك واخدين الثاني في دوري 3 دبليو السنه اللي فاتت، والحمد لله ان شاء الله يعني، ومعاهم اساسا مدرب محترم وعندهم جيم وبدني الكلام ده كله، بيهتم بالكلام ده كله. حلو قوي الماتش. كسبت ولا خسرت؟ كسبنا. كسبت كام؟ كسبنا 9-0 الحمد لله. كسبت ولا خسرت؟ كسبت ان شاء الله. بصي والله احنا داخلين بامر الله، هدفنا واحد بس هو البطوله ان شاء الله، ما عندناش هدف تاني. كويس. كسبت ولا خسرت؟ كسبت. مين مثلك الاعلى في اوروبا؟ تحب مين حراس في اوروبا؟ علي فوري. الدوره ديت جت لي فقلنا نخش بيها احتكاك للعيبه دي كويسه جدا، لان انا عندي 6/2011 5/2012. البطوله لحد دلوقتي حلوه قوي قوي قوي، وربنا يا رب يوفق كده ونشوف حاجه احلى بعد كده ان شاء الله باذن الله. جميله وبطوله احسن بطوله اعتبر يعني، وبطوله حلوه الصراحه. كنت بلعب في مركز شباب والحمد لله يعني ربنا وداني الاكاديميه دي يعني. المستوى الاكاديميات كويس، فيها احتكاكات قويه يعني. بدي اول لقاء لينا النهارده كان مع 2011 و2007، لقينا لا في فعلا فرق قويه وفي احتكاكات. الحمد لله كسبنا 3-0، واتمنى ان نكسب كل الماتشات نتاهل يعني. بنبدا ناهل الولاد من اول ما قبل ماتش التمرين، قبل ماتش وبعد كده احنا جايين في الاوتوبيس، هي مؤهل ومجهز نفسيا، بتدي له دوافع معنويه. انا كسبنا ماتش وخسرنا ماتش بس الحمد لله يعني. مواليد 2007 كسبوا الحمد لله 5-1، 2005 خسرنا 3-0. الحمد لله كسبنا ماتش 2007 و2008 وما وفقناش ربنا في الماتش الثاني الحمد لله. قبل ما اشوف بطوله مهارتك بشوف كابتن محمد عطيه، كابتن سامح، سوزي ياوت، عاملين شغل ما شاء الله، الله اكبر يعني. شغل دوري ممتاز، مش شغل دوري اكاديميات. معانا النهارده ومنورنا في الاستوديو كابتن شهاب احمد حنفي، مدير فني لاكاديميه الطلائع. بنرحب بحضرتك. اهلا بيك. ومعانا كابتن ادم سعد، بنرحب بحضرتك مدير فني لاكاديميه رويال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن شهاب طبعا منور الاستوديو. ربنا يخليك. طبعا عايزين بقى نعرف، تعرفنا عن الاكاديميات الطلائع وانجازاتها مؤخرا. احنا الحمد لله يعني الاكاديميه بتاعتنا بقى لها بالظبط 2 سنين. احنا الحمد لله طلعنا لعيبه كتير جدا للانديه، طلائع الجيش، المقاولين، وادي دجله، النجوم المستقبل، كل الانديه دي ودينا فيها لعيبه كتير جدا جدا. والحمد لله بنفتح فرع جديد تاني للاكاديميه، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل ان شاء الله. ما شاء الله. طيب كابتن ادم بقى نحب نسالك، بالنسبه للاكاديميه، الفئات العمريه اللي بتبقى اللي بيقدموا الاكاديميه بتبقى يعني تتراوح بين ايه يعني؟ بتبدا من سن ممكن من 5 سنين لحد سن 2000، اللي هم اللي بيبداوا السن الصغير. بدايه 5 سنين. من 5 سنين ده بدايه اللي هو سن تقدر تأهله ايه بقى؟ في ممكن تشتغل يعني معاه. اولا انا بشتغل في حاجه معينه، سلوك، الهوايه، الموهبه، دول 3 حاجات اساسيين. بعلم العيل سلوكه داخل الملعب وخارج الملعب. تاني حاجه الموهبه،
وتالت حاجة اللي هي يكون الهواية، واحد حبب اللي هي الهواية ممكن الموهبة، اللي أنا أنزل أشوف الطفل بلمسته أعرف اللي ده هاوي، ممكن أنا بقى في خلال أنا أزوده. تمام، يعني الطفل بيجي لك طبعا 5 سنين، ده سن صغير جدا. لا مش سن الخمس سنين، انا بتكلم على السن اللي هو مثلا اللي هو فيما فوق، اللي هو السن يبدا من 7 8 سنين، ده في لعيبه اصلا تمشي بوش رجليها تعرف اللي ده على طول. ده ممكن تاخد البرنامج واحده واحده وتاهله. تمام، بتجهزهم ازاي في البدايه كده؟ بدايه انا بعلم العيل الاساسيات، ده رقم واحد، ازاي يمشي بالكره، ازاي يستلم، ازاي يعمل باص، ازاي يتحرك وهو واقف على مشط رجله، لازم في التحرك المشط الرجل دوت، لازم ايديا الاثنين عكس رجل الاثنين، دي رقم واحد. طول ما اللعيب يتحرك وهو واقف مظبوط هيمشي صح بوش رجله، هيستلم الكوره يجي يعمل باص، قبل ما يعمل باص يحط رجله الشمال جنب يعني الكرة. طول ما الاساسيات ماشيه صح، دي اساسيات رقم الأول واحد، دي بتبقى الدنيا، دي رقم تمام. واحد لازم الاساسيات اللي اتعلمها من صغر الصغير ده يتعلم اساسيات صح. تمام كابتن شهاب، عايزين نعرف ايه مميزات الاكاديميه بتاعه الطلائع، فرق ما بينها وما بين اي اكاديميه تانية؟ احنا اول حاجه بنعملها سلوك اللاعبين، دي اهم حاجه في اللاعب كوره، لازم أن يكون سلوكه كويس. تاني حاجه احنا مسؤولين عن المدارس بتاع اللعيبه كلها، نروح نسال عن اللعيب في المدرسه عامل ايه، في المدرسه عامل ايه، في الدراسه، دي برضو حاجه مهمه جدا لازم الناس كلها تعرفها. والله طبعا اول مره اسمع. لا طبعا لازم الناس كلها تعرفها. احنا دلوقتي اي لعيب بيطلع بره بسبب الثقافات المختلفة وكل حاجة مختلفة هناك في أوروبا، يعني يقعد شهر 2 3 وبيرجع تاني، قليل قوي اللي بتلاقيه بيكمل بعد كده، اللي هو محمد صلاح، تريزيجيه، الناس اللي موجودة حاليا. الثقافات بتتغير ولازم دلوقتي التعليم يبقى في المدارس، وبرضو اللعيبة تتعلم، لأن دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وما ينفعش لعيب يكون ولا يعرف يقرأ ولا يكتب، ده دي حاجة صعبة جدا. والمفروض يعني برضه اولياء الامور لازم أن يقفوا معانا في الحته دي، احنا بنعمل اللي علينا وبنروح نسال على اللعيبه في المدرسه، اللعيب اللي مقصر بنعاقبه في التمرين، بنخليه يطلع بره التمرين يجري لوحده. بيبقى تربيه ثانيه غير البيت. ايوه طبعا بيبقى تربيه برضه في الاكاديميه. ايوه طبعا يعني احنا تعليمنا مش كوره بس، لا لازم أن يكون في سلوك حلو، تعليم يبقى حلو، هو ده اللي هيؤدي ان يبقى في لعيب كوره كويس، لكن كوره بس لوحدها لا دي ما ينفعش طبعا. طب افرض يا كابتن شهاب جالك مثلا لاعب معهوش مؤهل، هل هتقبله عندك في الاكاديميه؟ ايوه طبعا هقبله عادي، بس احنا بقى هنعلمه ازاي يتعامل كلاعب كوره. في لعيبه برضو يعني ما بتعرفش تقرا ولا تكتب ولا اتعلمت، بس هم لعيبه كويسه، بس احنا بقى لازم نعلمه ازاي يتعامل في الملعب، يعني يعوض ازاي ان هو مش متعلم، احنا نعوضها له بقى بحاجه تانية، ان السلوك بتاعه يبقى كويس، يبقى كويس في الملعب، لان هو زي ما بتشوف دلوقتي الملاعب في لعيب يتطور على الحكم، في لعيب يتخانق مع المدربين. أيوة لا لا دي حاجه ديت دلوقتي بقت معروفه كتير قوي، الناس كلها بتعاني منها، فلازم ان احنا نعلمه على الحاجات دي، ما يتعصبش على الحكم، ما ملوش دعوه باي لعيب تاني في الملعب، هو يركز مع فرقته بس، ويركز ان هو يبقى لوحده في الملعب، لان اللاعب لما بيلعب في الملعب ما بيلعبش لنفسه، هو بيلعب، لو انت لعبت بره بتلعب باسم بلدك بحاله، فلازم يبقى سلوكك محترم. أكيد خير مثال طبعا محمد صلاح، هو دلوقتي اللي يعني هو مثلنا الاعلى للناس كلها دلوقتي. اكيد طبعا، بس انا شايفه ان سنكم صغير جدا ما شاء الله، هل انتوا بتقدروا تتحكموا مثلا، انتوا اكيد ليكوا شغل تاني غير الاكاديميات. أيوة. بتقدروا توفروا ما بين ده وما بين شغلكم وما بين بيتكم، بس بامانه بقى من غير. ايوه طبعا. إيه؟ لا انا عن نفسي يعني انا شغال شغلانه تانية ماشي بشتغلها، اللي هي ايه، معماري، انا والدي نجار معماري مسلح وكده، انا ببقى بساعد معاه برضه. طيب. فلما يكون في تمرين فبكلمه، نتكلم انا وهو من غير خلاف، من غير اي حاجه، انا عندي تمرين، فبسيب الشغل وبروح التمرين، وبعد ما اخلص برجع تاني، ما باثرش ولا في دي ولا في دي، لان انا ما ينفعش اثر في اي حاجه من الاثنين. والله دي حاجه مشرفه ولا ايه يا رشا؟ يعني بصراحه يعني اه طبعا يعني. والله فعلا دي حقيقي، يعني ما شاء الله. طيب كابتن ادم بقى، عايزين نعرف ايه اهم البطولات اللي حققتوها، البطولات المحليه اللي حققتوا فيها بطولات؟ بصي انا اول سنه امسك فيها نادي رويال، انا اصلا ماسك في اكاديميه القطيف فرع الرحاب، كلمني كابتن هشام جعفر على اساس اللي قال لي تعالى امسك فرقه 2011 لتجهيز للسنه الجايه، انا ماسك الفرقه دي بقى لي 6 شهور، 6 ل7 شهور قليله، والحمد لله قدرت اعمل حاجه كويسه. كل تمرين اسبوعي انا ببدا عدي 2 3 4 3 ايام في الاسبوع، بخلي العيل اللعيب مع ولية الامر تجيب لي تقرير اسبوعي اسبوعي اسبوعي، باكد على الصلاه،
النوم بدري ما شاء الله حاجه كويسه. مذاكره، سمع الكلام، المذاكره، حفظ القران، ده بتجيل الورقه بتابع. علامه الاكس يبقى كده هو ما صلاش. فباجي ايه تعالى يا ادهم، تعالى يا ادهم يا ايمن، تعالى يا شهاب، تعالى خده على جنب كده. انت على فكره جيت يوم الاثنين ما صليتش العشاء والمغرب. ليه؟ اصل يا كابتن ادم انا جيت ما كنت خارج مع بابا وماما فجيت الجو برد فما قدرتش اخش اتوضى وبتاع. طب بعد كده ما تعديش صلاه. دي اللي انا بربي العيل من صغره النظام. انا بحب عاده النظام 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 النظام. طول ما في نظام إدارة ناجحة، ما فيش نظام إدارة حتى لو فيها مين. لا النظام رقم طيب واحد. طيب الولاد بقى اللي بيجوا خلاص كله تمام وعلامة صح على كل ده بكافئة بقى تشجيع ومكافأة. طبعا ده أنا ده أنا بجيب فلوس جديدة من بنك الأهلي وبمضيها وبديها لهم. والله طب كويس. وبشكر حاجة التشجيع. طبعا وبشكر أولياء الأمور، هم تيم مع بعض، قدرت الحمد لله هم يجتمعوا مع بعض بقوا أسرة واحدة. مثلا لعيب ادم ايمن جاي مثلا او سيف طارق او معاذ او اي لعيبه جاي لوحده، هتروح مع مين؟ اصل بابا فلان او ماما فلان اللي هيروحوا له. بينهم تعاون دي اللي هتنجح الفرقه. طبعا يا كابتن ايهاب صح؟ لا ادم كابتن ادم. طبعا زي ما حضرتك اتكلمت عايزين نشوف برضو راي الكابتن شهاب. طبعا انا كنت عايزه اسال حضرتك، طبعا انا عايزه اقول لك ان صعب جدا التعامل طبعا في السن ده. أيوة طبعا. عامه في الاكاديميات انت بتميزهم ازاي وبتقدر تتحكم فيهم ازاي؟ هو طبعا اي لعيب لازم تحسسه ان انت مش مجرد مدرب ليه بس. انت مجرد اب ليه وكل حاجه بالنسبه له، لان انت دلوقتي هو بيقعد في الملعب اكتر ما بيقعد في البيت. اكتر وقت بيقضيه بيقعدوا في الملعب عندي. فلازم احسسه ان انا مش يعني زي والده زي اخوه. فكل حاجه طول ما انت بتتعامل مع الطفل كده انت عمره ما هتقول له على حاجه ومش هيسهم. ايوه صح كده. طبعا صح كده. لازم نقرب من كل اللعيبه عشان اللعيبه هي اما تشوفك انت قريب منهم وحاسس بيهم وحاسس باللعيب ده بيشكي من ايه وايه اللي مزعله وايه اللي مضايقه، بنحاول احنا في اقرب فرصه ان احنا نرضيه وما نزعلهوش والدنيا تبقى تمام معانا الحمد لله. طب التعامل معاهم وايه الميزه اللي انت بتحاول ان انت تحببهم في الاكاديميه بتاعتك؟ انت برضو ما جاوبتنيش على السؤال ده في السؤال اللي فات. وايه الفرق او الميزه اللي تبع حضرتك الاكاديميه بتاعتك؟ الميزه احنا ميزتنا ما بنتعاملش كاكاديميه، احنا بنتعامل كنادي. تمام. في فرق ما بين النادي والاكاديميه. انا عندي ملعب خاص بيا، ما بمرنهمش مره واحده في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع. انا 4 ايام في الاسبوع هم دومت اللي احنا بنمرن فيهم. اي ممكن تلاقي اي فرق ما بيننا واي اكاديميه تانية، يعني هو يومين جمعه وسبت اجازات المدرسه، فهم دي الفرق ما بيننا. اي اكاديميه تاني جمعه وسبت ممكن يكون الكابتن مثلا بيمرن ازيد مثلا عادي مش فارقه، بس انا اكاديميه انا بتمرن 4 ايام في الاسبوع. ليه؟ هو ده الانديه، لان انت لازم تاهل اللعيب ان هو يبقى محطوط في الموقف ده. لازم ان انت هتيجي في النادي مش تتمرن زي الاكاديميه، النادي ايامه زياده شويه. انت بتلعب مثلا في نادي طلائع الجيش بيتمرن جمعه وثلاث واربع وخميس دي التمرين. هنيجي مثلا احنا في الاكاديميه لو مرنا يومين بس في الاسبوع فهو مش هيبقى متاقلم مع اي تمرين هيتعب. لازم ان احنا نعلمه ازاي ياخد على التمرين. وفي حاجه تاني دلوقتي احنا في بعض الاكاديميات بتعمل ايه؟ العب تقسيمه وخلاص احنا خلصنا. لا احنا بنتعامل كنادي، احنا دلوقتي معانا خطط بنعملها بننفذها. هو ده الفرق اللي ما بيننا وما بين اي اكاديميه تانية. طبعا يا رشا عايزين برضو الكابتن ادم يقول لنا كلمه كده نختم بيها حلقتنا. انا الجزء بتاعنا الفقره بتاعتنا يعني انا بشكر استاذه رشا وبشكر استاذ ارهاب بشكر الاستاذ محمد عطيه وبشكر برنامج دنيا الاحتراف. لا ده مش كفايه اشكركم والله ان انتم موجودين معانا. بس انت لازم تقول لنا كلمه للشباب برضو يا رشا. انا انا بشكر يا ريت يا ريت اتمنى زي ما الكابتن شهاب برضو بيقول مدرب كويس واكاديميه ان شاء الله يفتح الفرع الثاني. اتمنى السن الصغير دي البذره بتاعت مصر الفتره اللي جايه. يا ريت كل اكاديميه يا ريت كل اكاديميه تهتم بالسن الصغير. يا ريت السن الصغير ده فيه لعيبه كتير هتبقى لعيبه كويسه بس ساعتها ممكن تتجه الاتجاه التاني خالص. لا اي اكاديميه اللي يقدر يودي نادي يودي اعمل خير ودي. لعيب عندك 5 6 كويسين لو ما عندك مدرب هنا مدرب هنا مدرب هتكلمه. طب تعالى بص عليه
دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه جدا. طبعا عشان الوقت طبعاً. انت بقى اسالي لنا الكابتن شهاب سؤال اخير كده يقول لنا كلمه. احنا بس عايزين تقول برضو للشباب اللي قاعد كسلان كده في البيت يعني يعمل ايه، والوقت طبعا متاح يعني، ما حدش يقول لا انا ما عنديش وقت يعني. طبعا حضرتك بتقول انا عندي شغلانه أيوة بشتغل طبعاً. كذا وكذا طبعاً. يعني اكيد في وقت، لكن في شباب كتير كسلان، تحب تقول لهم ايه؟ طبعا بقول للشباب اللي موجود دلوقتي الفرص كتير، ما فيش حد يقول انا مش لاقي مثلا شغل، مش لاقي العب في نادي مثلا، لا الفرص كتير. وطول ما انت بتتعب ربنا هيكرمك، اهم حاجه ان انت تتعب، تعب تاكد 100% ان هو ربنا هيكرمك، حتى لو مش الحلم اللي انت عايزه هيكرمك في اي حاجه تاني، مش شرط أكيد. يكون هي دي الحاجه الوحيده. اكيد طبعا. ويعني بشكر الاستاذه رشا والاستاذ رحاب، احنا بنشكركم جدا، وبشكر الكباتن اللي معايا في الاكاديميه، كابتن محمد سلامه لاعب نادي الداخليه، كابتن حماده زكريا لاعب نادي اتحاد الشرطه، كابتن باسم لاعب طلائع الجيش، كابتن محمد سلام. بس بعد مين؟ طيب تحب تشكر حد؟ أنا عايز اشكر اولياء الامور، اشكر اللعيبه طيب. ادم وادهم ونصر واللعيبه كلها بتاعت نادي رويال، انا اتمنى اللعيبه دي كويسه، واشكر اولياء الامور بالاخص، واشكركم. مرسي، ربنا يخليكم. في ختامنا طبعا هنطلع فاصل ونشوف تقرير من بطولتنا من موهبتك، وبعد الفاصل معانا هيكون في الفقره الثانيه زميلنا الاستاذ محمد عطيه، وطبعا تقريرنا هيكون عن انتخاب الاسبوع لبطوله موهبتك. تعالوا نشوف.